ولا مرة خطر عبالي إني أمشي بغابة العشاء هيك. لك شوف كيف صار منظري وكيف صار فستاني، حتى مكياجي خرب كله. حواء اسمعيني شوي، أنت لهلأ بتضلي أخدي عقلي. حتى هلأ؟ أي والله بكل حالات. قديش لسه بدنا نمشي حبيبي؟ والله تعبت كتير، ما عاد أقدر وقف على رجلي. ما بعرف والله، هلأ أكيد بيجي له شي تاكسي إن شاء الله. آدم لا تحكي حكي فاضي، اللي بسمعك بيقول معنا مصاري لنحاسب التاكسي. صحيح، ما معنا ولا ليرة معي. أبداً، يا ريت ما تركنا السيارة هيك فوراً. شوف كيف أجبرونا نروح مشي وما عاد حدا سائل علينا. نو، مستحيل إني ساوي هيك بعد الحكي اللي حكته أمي. ما بدي أي شي، لا مصارية ولا السيارة. كنا رجعنا لهم ياها بعدين. تمام، خلينا نرتاح شوي هون وخليني اشلح الكعب من رجلي، ما عاد أقدر. تمام يا قلبي، يلا أنا هلأ بساعدك. بدي شلحك كعبك هيك بس بغرفة نومنا. هاي مو رومانسية ومو وقت الحكي هلأ، بعرف. هيك ها؟ أوه، شو رأيك بهالموديل؟ شحاطة تحت فستان العرس، اللي عجبك هالستايل؟ بجنن. آدم نحن وين كان خطأنا؟ ولا مكان حبيبتي، خطأنا الوحيد كان أنه حبينا بعض. بس نحن ضيعنا أهالينا آدم، نظرات أبي وحكيه ما عم بقدر إنساهم، والله كتير زعلانة عليه. حواء هي أحلى أيام حياتنا حبيبتي. شوف بالنهاية ليك نقدرنا أنه نتزوج، لا تسمحي لأي شيء يخرب لنا هاللحظة. مبروك يا عرسان. مبروك يا عرسان، بتمنى لكم السعادة بهاليوم الحلو. ثانك يو. ثانك يو. معك حق، اليوم المفروض هو أسعد أيام حياتنا. شو ما كانت حالتنا هلا، هو أسعد أيام. تعرف هلا شو لازم نساوي؟ خلينا نروح ورا هديك الشجرة. ايه لا، بس لازم نغير أوعينا، أكيد ما رح نضل هيك. أوكي يلا مشي. روحي اقنعي جدك يخلينا. تفضلي واقفي، روحي لعنده واقنعيه يرجعنا. يلا نحن رح نروح. بدك شي جدي؟ نحن رح نروح. يلا باي يا جدو. يلا بنتي، اذا خلصتوا من توديع جدكم خلونا نمشي، لانه جدكم قلعنا من هون. أول مرة بشوف جد بيقلع أحفاده. بابا إنك تقلعنا نص مصيبة، بس هدول شو دخلهم هالبنتين؟ أنت ما كنت تفرط بأحفادك من قبل بابا. كلامك مزبوط، ما فيني فرط فيهم أبداً، وما في فرق بينهم وبين أولادي. تمام. رجعي الأغراض يلا. هذا هو أبي. يلا يلا خلينا نرجع. يا أمي رح نبعتلك لحالك هالمرة. بس على كل حال بنتك وصهرك بديروا بالهم عليكم إن شاء الله. بس خلوني خلص كلامي على الأقل. أنا يلي قلته ما في فرق بينكم وبين أولادكم، مشان هيك عم قلعكم كلكم. لا بابا لا تلعب هيك بأعصابنا، عن جد هلأ بروح وبمشي. مع ألف سلامة. تعال ديلا أخي، بلكي هو بده يجي معنا. اسأله لنشوف. أبي أنت جاي عبالك تجي معنا؟ انتوا روحوا وانا بحاول الحقكم بعدين يا غبي. شو قال لك ولا؟ قال لي غبي.
معناتها نحن رايحين بابا. يلا رسول، تعالي يا بنتي، تعالي معي. يلا. وقفوا وقفوا وقفوا. رجع 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 بقراره. ايه بابا. وقفوا وقفوا. انا قلت وقفوا، انا ما قلت رجعوا، انا قلت وقفوا وقفوا. ايه وقفنا. ما بدك تسامحنا؟ لا. اتركوا سياراتكم. شو؟ مو هي السيارات للشركة يا ابني؟ وانتو هلأ ما عاد موظفين بالشركة؟ كيف؟ يعني نحن تقاعدنا؟ بس لسه بكير علينا. كمان قلعتنا من الشغل؟ من اليوم ورايح ما عاد بدي شوف خلقتكم عندي، ولا حدا يقرب علي ابدا، وهلأ احملوا حالكم وروحوا. يعني هلأ نطلب تاكسي ولا شو نعمل؟ واتركوا موبايلاتكم. بابا الموبايلات للشركة كمان. يلا حطوا المفاتيح والموبايلات، يلا حطوهم يلا. طيب بابا نحن شو ذنبنا؟ حوا اللي بتعمل المصايب ونحن بيطلع الحق علينا؟ شو شفت منا لحتى تعملها؟ هي هي الفكرة، إني ما شفت منكم شي، عايشين مثل الهبلان والأغبياء بهالبيت، ما حدا بيستفاد منكم. قاعدين لا شغلي ولا عملي بهالبيت، أنا عم بعمل كل شي وإنتوا قاعدين ناطرين كل شي عالجاهز، إنتوا مثل الغربان ما نكون ناطرين غير موتي، ناطرين إني موت مشان الورثة. بابا والله هالحكي مو صحيح. لا أنا بعرف كل شي بعرف، إنتوا والمرأة اللي اسمها إيفا عم ترتبوا كل هالأمور من ورا ظهري. ما في شي بتعملوه إلا مشان المصاري. بابا مو هيك القصة. احكي لي شو عملتوا شي منيح لهلا؟ رحتوا لحقتوا زواجكم؟ وضليتوا ورا حوا لحتى طفشتوا. ليش شو عملنا نحن لحتى نطفش حوا من البيت؟ مو كان كل شيء واضح قدامك؟ واخر شيء بيطلع الحق علينا. لك على الاقل هي هربت ورا احلامها، بس انتو شو؟ شو هي احلامكم؟ قولوا لي شو هي احلامكم؟ قولوا لي شو بدكم من الدنيا غير المصاري والعيشه المريحه يلي ما فيها اي تعب ابدا؟ انا عندي حلم اني سافر حول العالم. روح سافر، روح، بس كيف بدك تسافر وانت ما معك ولا ليره؟ يعني هلأ بابا لازم نعارضك ونهرب من البيت ونروح ورا أحلامنا مثل ما هي عملت؟ يلا أنتوا كمان الحقوا أحلامكم وارجوني كيف بدكم تلحقوا أحلامكم وما في بجيبتكم ولا نص ليرة. يلا روحوا. حضرتك صار لك ساعة عم تشتغلي بهالصوف قدامي ولا كأنه في شي. يلا ما بدك تروحي معه؟ لو حياتك ما بروح. إذا قلعتني من هذا الباب أنا بلف برجع من الشباك. أنا قريباً رايح على القبر تحت التراب، شو رأيك تجي معي لهني؟ لا سمح الله. إيه بيجي، أنا معك وين ما بتروح. يلا أنتوا كمان لا تضيعوا وقتكم أكتر هون، روحوا أسسوا حياة جديدة. رح نأسس حياة جديدة هلأ. بس أعطينا هيك شي مساعدة صغيرة نبلش فيها. مستحيل، حواء طلعت من هذا البيت من دون ما تاخد شيء، وانتو رح تطلعوا بنفس الطريقة. يلا يلا الله معكم. نحنا كمان رح نروح يا ستي. ما بدنا نروح. ليش أنا فيني أترككن؟ أنا ما فيني عيش من دونكن أبداً يا روحي. أنا الروح؟ معناتها نحنا خلص. يلا مع السلامة. يلا ديروا بالكن على بنتي. انتي روحي ولا تعملي لي دراما. بابا هاي مو اتركها هون. هاي شو بدنا نعمل هلا وين بدنا نعيش؟ ما في شي مهم غير اني معك حبيبتي. اذا اضطرينا منضل عايشين هون بالحقل. اول شي حظيرة وهلا حقل، وبعدين شو؟ بعد هيك بيت مثل الصندوق بيكون مناسب إلنا يا قلبي. المهم ما يكون صندوق من الكرتون. لا تبالغي حبيبتي. طيب شو نعمل إذا أهالينا قلعونا؟ أوكي بس أنا لسه عندي شغل وبقبض راتب. عندك راتب حبيبي، بس لسه في 3 أسابيع لتقبض الراتب وأنا ما معي ولا ليرة. إيه كمان كل مصاري صرفتنا على العرس والبدلة وفستان العرس وهالقصص، ومثل ما بتعرفي أمي جمدت كل حساباتي. صدق إنه بهالبساطة تخلوا عنا وكبونا هيك. لك عن جد قلعونا وما فكروا فينا. ذنبنا الوحيد إنه حبينا بعض. يعني صح نحنا خبينا علاقتنا، وإيه يمكن كذبنا شوي ورحنا تجوزنا من وراهم. يعني وأنا كمان رحت غيرت ديني، وإنه كمان خربنا الدنيا على عائلتكم. يعني مزبوط.
بس رغم كل هاد ما منستحق هالشي. يا تماما حبيبتي، تركيهم يعملوا يلي بدهم اياه، اذا بدهم حتى ما يحكوا معنا طول العمر ما نو مهم. لا ما رح اقدر اتحمل كل هاد من دون ما اسمع صوت ابي واعرف انه بخير وسلامه. ما بتحمل والله، انا بجن وابي بجن كمان. اذا ما عرف انا وين رح يقلق، واذا قلق رح يحس بالندم، واذا حس بالندم رح يسامحني. حبيبتي ما عندي علم شو ممكن يعمل ابوكي، بس امي مثل الجمل كثير عنيده ما رح تسامح. انا عم اقلك من هلا شو ممكن يصير اذا ما اجاها ولا خبر من ابنها الوحيد. من وقتها تجن على الاخير. ونحن هذا اللي بدنا نعمله حبيبي، ما قدرنا نخليهم يتقبلوا وجودنا فحنخليهم يندموا على غيابنا. مش هالشي منطقي. اوكي خلينا نروح لشي اسبوعين نرتاح شوي منه. منروح منروح منروح، بس لوين ممكن نروح؟ نحن عم نلف وندور وعم نرجع لنفس المكان. صرنا آدم وحواء عن جد اول البشر. شو بدنا نعمل؟ ما فينا نتدين مصاري من شي حدا بتعرفه. نو 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 نو، ما رح نطلب مصاري، انتي معك حق. نحن بدنا نروح يا حبيبتي ونبني جنتنا لحالنا، رح نضل عايشين بهالطبيعة. لا تجدبها حبيبي، كيف بدنا نعيش؟ حواء نقدر، لك نحن مرينا بأصعب من هيك أمور. ما شفتي هدول تبع البسكليتات كيف عايشين؟ ناس عم تروح تفتل الكرة الأرضية وما معها شي تاخده. يي شو كلامك حلو حبيبي، وشو بدنا ناكل؟ شو بدنا نشرب؟ لك وين بدنا نسكن؟ نحن ما معنا مصاري لحتى نشتري خيمة على الأقل. أنا آدم بعمل المستحيل لحتى دير بالي على حبيبي. اتفقنا، خلينا نروح هلأ ونلاقي مكان حلو نقدر نعيش. خليكن عند شط البحر. من وين كان اتجاه البحر؟ رح نمشي من هون. يلا تعال. هذا هو الأكل اللي قلت بدك تطعمينا يا؟ هذا هو المطعم؟ يا حبيبتي أنا فيني أخدك على أفخم مطعم، بس الحالة سيئة، يعني أنتي بتعرفي شو الوضع فلازم تقتصدي شوي. وشو هلأ إذا شافنا حدا؟ إن شاء الله يشوفوكي، يا ريت يشوفوكي ويقولوا بنته لهنجار كانت بهيك مطعم عم تستنى أكله ويحكوا عليكي ويشلوا عرضك كمان. والله أنت ذكي ها، رح يحكوا علينا ويدرى أبي ورجعنا على البيت. أنا بموت على الذكاء تبعك يا عمري، أنت دائما بتقنعني. لك على مهلك، الناس حوالينا أنا ما عاد فيني أمسك حالي خلاص. لا 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 أنا ما بدي من كل هاد، لا ما في شي ظريف. حط لي من كل شي. شو هاد مثل اكل الدجاج؟ انا ما بشبع هيك، حط لي لسه شوي. حط هيك بس، ما بصير هيك، استنى شوي دقيقة لو سمحت، بعد لي شوي وهات الصينية لإلك. هاي جبت لك صينية حط لي فيها لسه شوي. بس لا ياخذ الكل اكله، واذا زاد بصب لك شوي. لك اذا اخذوا كل هدول ما عاد يصفالي ولا شيء لك اخي، حط لي شوي. ما بيصير. بصير يا اخي، ليش لحتى ما يصير؟ استغفر الله، عم اقول لك ما بيصير، روح على طاولتك. ما بروح قبل ما تعبي. قلت لك ما بقدر عبيها. عم اقول لك عبيلي. ايه خذ هاي لك هون. امي امي ضربني. لك انت عم تحكي على امي؟ لا لا مو قصدي امك يا اخي، بعتذر منك خاتون. هالضربة مثل ضربة امك بس رجعت لي وعي. بارح المساء امك وبوكلو اتفقوا سوا وهربوا حواء. عن جد؟ ايه والله. مو امي اعترفت بهالشي اليوم يا غبي؟ امتى؟ كيف صرت هيك انت؟ هن انضربوني على راسي مشان هيك. لا تعطي غير اكله يا اخي، يلا يلا خذ صينيتك، كل بس معكرونه. احيانا ما بفهم كيف هيك فجأة بتعصبي. هلا مشينا حالنا وقدرنا ناكل، بس وين بدنا ننام؟ اكيد ما فينا ننام تحت الجسر، على هوا ما اعتقد هدول لازم يلاقوا مكان. يلي خلاكي تاكلي هون
مو بس رح ينامك تحت الجسر، يمكن بالجنينة. اوك شو هالحكي هاد؟ منروح مننام بسكن البلدية. والله بطلقك وبخليك تضل لحالك. ليش هلا عم تحكي هالحكي؟ مو نحن متفقين نكون مع بعض بكل الأيام؟ رح جن يا رب يطلعنا من بيت أبونا وصفينا بالشوارع مثل المشردين. ليش ما كنا مصمدين شوية مصاري لمثل هالأيام؟ لأنه كل المصاري اللي عم نطلعهن عم نرجع لكم ياهن يا ذهب يا مجوهرات، فلازم أنتوا تكونوا خبيتوا الذهبات بشي مكان. كل الذهب تبعي محطوط بخزنة أبي، روح لعنده واطلبهم إذا بدك. خاتون، حلقاتك هدول لابقين عليك كثير، بحياتك لا تشتحيهم من إيدك. إيه، والله عصبتوني ها، لسه من أول يوم صرت تفكروا بالذهب تبعنا؟ إذا تخلينا عن كل شيء منملكه أكيد أبي بيرجعنا على البيت، صح؟ إيه، والله حكيك صح، شو رأيك نتخلى عن كل شيء زيادة عنا؟ اهدوا 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 شوي، شو هالحكي هلأ؟ بلاقي لك شي طريقة. في عندي رفيقي عنده كرفان. ايه شو بدنا بالكرفان هلأ؟ الناس الطبيعية عندها رفقات، عندهم محلات وشركات، وانت عندك رفيق عايش بالكرفان. لا تحكي هيك، هذا الزلم كتير غني، عنده بيت فيه 22 غرفة بأكبر مكان من جبال مرمريس. والله؟ ايه لكان، ولسه عنده فيلا بمرمريس، وغير المعامل والمصانع، وبيت في انجلترا، وغير ناطحة السحاب بدبي. عن جد هيك قربوز؟ تمام، بأي مكان رح يقعدنا؟ وين بدنا ننام يا ترى، بالفيلا ولا ببيت الجبل؟ خلينا على الفيلا. بالكرفان. ها؟ كرفان شو؟ كل هالأملاك يلي عنده ليش الكرفان؟ شو بدك يعني يقول له للزلمة؟ والله عمي أبو مرتي قلعنا من البيت وحابين نسكن عندك هالفترة. لا أوعك تجيب له هيك سيرة للزلمة، بس ليش الكرفان؟ ما فهمت عليك. حبيبتي لا تفكري هذا الكرفان مثل أي كرفان، هذا للأغنياء مرتب وفخم كتير كتير، شغلة مرتبة يعني. يا حبيبتي كيف تفهمي؟ لا لا لا، أكيد قرارنا كان غلط كبير، خلينا نرجع ونسكن ببيت الحديقة. أوكي نرجع، بس يا ترى أبوكي بيكون ناصب لنا كمين، وإذا شافنا رح يمسح الأرض فينا، ما بعرف إذا صار شي على مسؤوليتك. ها منفكر بهالقصص بعدين، خلينا نرجع. نو حواء لا تستسلمي بسرعة، لازم تعرفي إنه هذا هو اختبارنا. يا ريت ما كنا فتنا بهيك اختبار، والله طق راسي من الشمس. نحن ليش عم نمشي كل هالقد أصلا؟ لوين بدنا نروح؟ والله ما عاد عم أفهم عليك شي. يا حبيبتي نحن عم نحاول نختار المكان اللي بدنا نعيش فيه. خلينا نلاقيه بسرعة معناتها ونقعد بقى. القصة مانا بهالبساطة كمان، لازم المكان يكون منيح مشان نقدر نعيش فيه ونصطاد منه. شو؟ ييي والله ضحكتني وأنا مالي حيل، وأنت شو بتعرف عن الصيد وهالقصص هي؟ أنت كل يلي بتعرفه أنك شايف بارودة الصيد بالصور مو أكثر. حبيبتي أوكي يمكن أنا مالي ماسك بارودة صيد، بس عندي خبرة بالتخييم، أنا بروح على التخييم من طفولتي. ليش؟ ما بعرف، أمي كانت تبعتني يمكن مشان اندمج بالطبيعة. المهم ما تكون بدها تحل عنا. ايه كمان ممكن، بس مو مهم هلا، بالنهاية هدول المعلومات يلي بعرفها أكيد رح تنفعنا. تمام؟ اسمعي، نصب الخيمة وجيب المي وتشغيل النار وبعدين الحراسة، هدول كلهم علي أنا، اتفقنا؟ أنا هون رجال الخيمة. حبيبي آدم شوف، ما بدي انزعلك كل مخططاتك، بس نحنا مو بتخييم، نحنا بلا بيت وما عنا غراض التخييم وما معنا ولا ليرة لحتى نجيب شي. أوكي تمام بعرف، بس نحنا ما لنا بحاجة كل هدول، أنا بحل قصة المي وبصيد بإيدي الأكل اللي بدنا ناكله، وأنتي بتطبخي لنا الأكلات وبتزبطي لنا هالبيت تبعنا، اتفقنا؟ بس شو رأيك تقول مغارة أحسن؟ ها هاد هو التفاؤل يلي بدي إياه منك، لازم نكون هيك لنزبط. شوفي حبيبتي هاد هو الحل الوحيد، وهانت كل 3 أسابيع ومنرجع ناس جداد وأحسن من أول، عيشة كأنه بالعصر الحجري. يا ربي مو معقول نعيش قدر أسمينا لهالدرجة، شو نعمل؟ معقول نروح ندور أوراق شجر بدل أواعينا؟ صحيح، وهالفكرة خطرت على بالي، بس ما عاد في داعي نرجع نبلش من العصر الحجري، رح نبلش من العصور الوسطى. طلعي مثلا نعيش بكوخ حلو صغير. ها؟ شو قصدك يعني؟ حبيبتي تعالي شوي، أنا غالبا لقيت جنة، شو رأيك؟ وهلا شو رأيكم؟ حلو والله، أنا عجبني كتير هذا المكان.
كل هاي الأرض هي أرض لأخي محي الدين. شيء حلو ورائع. شو كل هالعزهات؟ عم تشوف يا خلوصي؟ ليش الناس لازم تجمع مصاري؟ ايه اليوم بنص هالغابة الخضرة ونطلع منتمشى لحالنا المسويات، مو هيك حبيبي؟ نتمشى أكيد، ما بيصير ما نتمشى. شوف خلوصي، روح افتح الباب لنشوف. يلا فورا حبيبة قلبي، يلا. الباب شكله مقفول والله. يلا كسروا. معقول نعمل هيك؟ عيب مشان الزلمة. ما جبت المفتاح من رفيقك انت؟ لك محي الدين طالع يعمل جولة حوالين العالم، فبس طلع يعمل جولة حوالين العالم بياخذ المفتاح معه، وقال لي يا غوربوس إذا واجهتك شي مشكلة كسره للباب، لأنه أخذ المفتاح معه. هو اللي قال لي كسره للباب مو أنا. قلت له ما بيصير يا أخي، قال لي كسره، لا تأكل هم، في ذاك الباب كسره. فهمت؟ شبك لا تغار حبيبي، إذا الزلمة قال كسروا الباب كيف بده يكون بخيل؟ أنا شايفة إنه بالعكس تماماً. إيه، لأنه محي الدين كتير بيدير باله على أغراضه، بس وقت بتكون القصة متعلقة فيني بيغير كل شي من شاني. بالنهاية أنا وضعي غير أكيد. إيه أكيد، لا واضح هالشي يا أخي. أنت مفكر هيك عم تتمقلس علي؟ يلا كسروا للباب. لا يا أخي، أنا مو هيك قصدي، أنا قصدي إنه أنت فيك تكسر الباب بسهولة. يا ربي ما أغلصك أنت. خلوصي طلع فيني، أنا قلبي مو مرتاح لهالقصة أبداً. في كذب شي بهالقصة؟ لك لا، محي الدين بخيل كتير، ما عم كذب. مو هيك؟ شو ما عم يفتح؟ يلا عم حاول. ساعده أنت التاني يلا. لا هو بيقدر. تمام. تفضلوا تفضلوا السيدات أولاً. يلا لنشوف. شو كيف؟ واسع ماشي حاله. أهلا وسهلا ببيتكم الجديد. لك أي بيت هاد؟ قصدك إنه هذا بيت؟ بيت؟ إيه بيت؟ يعني كان قصدي شي بيتعلق بالمغامرة، بيت مغامرات يعني، يعني مثل ما قلتي أنتي بيت بالغابات هيك شي يا مدام. يعني والله الكرفان له مزايا خاصة كمان. إيه زبطوا المكان معناتها، لبين ما نجيب هالخبزات لبيتنا الجديد. من وين بدنا نجيب خبز؟ ما في فرن بالطريق اللي اجينا منه. ما رح نشتري الخبز، نحنا بدنا نلاقي الشغل يجبلنا الخبز. كيف بدنا نشتغل لك أخي إذا تقلعنا من الدكانة وقال لا نقرب عليها؟ يعني ما عاد في دكانة؟ لا يا أخي. وأنت ما بتعرف تشتغل شي؟ لا يا أخي، شو عرفني بالشغل أنا؟ أنا تعبت كتير، تعبت كتير يا خلوصي. انت تعبت كتير، تعبت كتير يا خلوصي، تعبت كتير. من شو تعبت؟ تعال هلا بحكي لك على الطريق، تعال يلا هلا بحكي لك كل شيء، هلا بحكي لك كل شيء على الطريق. جيتك يلا. خلينا نبعد شوي وبحكي لك كل شيء. وين بدك تاخذني؟ لهون ما منطول، يلا تعال. حبيبي عم تشوف هالمكان شو حلو. ايه لك انا قلت لك، شفتي؟ قلت لك رح لاقي لك المكان المناسب لنعيش فيه. لك لا تكذب، بالصدفة قدرنا نلاقي. يعني صحيح كنت رضيانة بأقل من هيك، بس هالمكان طلع لنا بالحظ مثل ورقة اليانس. لك شوفي حبيبتي، صار عنا قارب صغير كمان. واو، تعال خلينا ندور شو في كمان. آدم، في سكينة وإداحة وفي هذا الضوء كمان. مبدئياً في كل الأشياء اللي بتخلينا عايشين هالفترة على الأقل. هاي ثلاث أشياء موجودة. قول أربعة. المهم يعني. لك حبيبي، معقول يكون في حدا ساكن هون؟ لا المكان أكيد هذا مهجور. بركي هاد مكان لشي حدا؟ لا لا، انتي وثقي بجوزك، انا بعرف المكان من نظرة واحدة، هاد المكان مهجور. لك بتعرفي شو؟ ما بتوقع كنا رح نلاقي مكان احسن من هاد. صحيح، شكرا لك، شكرا كتير لانك قدرت تلاقي هالمكان الحلو. يس، انا قلت لك اني قد هيك امور، هدول الشغلات بتناسبني. هلا قوليلي، انتي جوعانة؟ كتير جوعانة. تمام،
معناتها جوزك هلا رح يطلع بأول عملية صيد. شو رح تعمل بهي؟ بدي حطها على العصاية وروح صيد السمكات مشانك أنت بس. يعني إذا كنت واثق بهالشي الله يهون عليك. لا بقى كمان ما زبطت. يعني في أمل ناكل اليوم؟ المكان مليان سمك بس ما عم بقدر أمسك ولا وحدة. طيب شو رأيك تترك هالعصاية اللي بإيدك وتروح تاخد الصنارة من المستودع؟ ليش في عنا صنارة؟ حبيبتي ليش ما قلتي لهلا؟ شو بيعرفني أنا؟ شفتك متحمس لتصيد بالعصاية اللي اخترعتها فتركتها، قلت بتفش خلقك وبتجرب حظك. يعني هلأ شو حوا؟ ها؟ استنينا على الفاضي كل هالوقت ونحن جوعانين. تمام يلا ركض وجيب الصنارة وأنا لقيت البهارات يلي منحطها بالأكل. تمام استنيني أنا جاي. قديش؟ 3 ملايين. أخي شوف مين إجا. شو قلت؟ شوف مين جاي لهون. خير إن شاء الله. شو جابكم لهون؟ شو بدكم؟ إجينا لهون من شان نحكي بالشغل يا أسد. مو وقته أبداً هلأ يا نمر. لا وقته هلأ، وقته هلأ. نحن تعدينا هنجار وخلعنا الباب وطلعنا من عنده. إمتى صار هالحكي؟ لأنه خلاص ما عاد نقدر نتحمله، فقلنا خلينا نهدم هالإمبراطورية اللي عملها من ورا شغلنا نحن بس، وتركناه ومشينا. ليش بقى؟ هذا الشيء ما بيخصك أبداً، بس إجينا منشان نعطيكم فرصة أخيرة. إذا قدرنا نحط إيدينا بإيدين بعض راح نصير ملوك هذا العالم. عن أي شراكة أنت عم تحكي يا زلمة؟ هلأ بيجي أبي الحاج بأي لحظة. أبي الحاج هون؟ لك مو قصدي عن عمك، أنا عم أحكي عن عمي أنا، ركز. هلأ شو خصنا نحن بعمك لك أخي؟ ليش عم تحكي عن عمك؟ يمكن لأنه المكان إله. يلا روحوا من هون قبل ما يجي، لأنه إذا جايين تمزحوا فما عنده وقت. فلوسي أنا حدا بيمزح بالعادة شي؟ لا ما بتمزح أبدا. بس الشباب مفكريني عم امزح معهم أنا. يلا قلي هلأ بقديش بدك تشاركنا؟ لا أنت زودت كتير. شراكة شو بدك أنت؟ شو قاعد عم تخبص بالحكي ولا؟ أنت بدك تعطينا نسبة على البيع وهيك منصير شركاء ونخلي هنجاري يفلس. شو اللي ما عم تفهمه خبرني هلأ قديش بدك تعطينا نسبة؟ صفر صفر صفر. هذا أبي حاج صاحب الدكانة هاي. انتو بأي صفة جايين لعندي على الدكانة؟ فهموني مين بتكونوا. انت شكلك مخرب وما عرفت شو بدنا. نحن جايين من شان عمل خير مو أكتر. شو هالعمل الخير هاد؟ على أي أساس بدكم تاخدوا مكان هنكارو وتخلوه يفلس؟ شو مفكرين حالكم؟ لأنه رح ناخد مكانه. بالنهاية نحن بنعرف كل مخططاته وساق فينا. انت ولا تأكل هم. سكوت. ليش مين انتو لحتى اوثق فيكن؟ انا ما ببيعه لا هنكار، هاد رفيق طفولتي زي ما بتعرفوا. لك انت كمان رفيق الطفولة شي والتجارة شي تاني. تعال لنخلي منافسك الوحيد يفلس على أخي. لك مين بده يخلي هنكار يفلس؟ ان شاء الله الله ما بيحط بطريقي غير منافسين شريفين مثل هنكار. امين امين. بس انت فكر شوي، فكر منيح يا عمي. واذا ما انت وافقت في كتير عالم عم تستنى للروح تتشارك معها. الكل بيعرف انكم جدبان وما حدا بيوافق. ما بيطلع بيدكم تخلوا واحد من هالناس يرضى بعرضكم. ليش هيك عم تحكي؟ روحوا لنا ومن وشي يلا، والا والله بربطكم وباخذكم بايدي لهنكار. عم تسمعوا شو عم احكي؟ لكن الو طيب تمام تمام يا ربي دخيلك. هذا يمكن نزل سكر وامشي يا اخي، امشي احسن ما يصير شيء. يلا روح. ها ها هاي وحدة، والله في وحدة. يلا ليكني مسكتها 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 مسكتها. حبيبتي انا رح اصطاد سمكة تانية وبيجي لعندك. انتي روحي شغلي النار لانه زوجك ميت جوا. تمام حبيبي.
حبيبي أنا ما لقيت لا شوكة ولا سكينة. بسيطة، مو مشكلة، خلينا ناكل بإيدينا معنا. بسم الله. هيك هيك يعني؟ حبيبي هلأ تماما صرنا مثل الإنسان بالعصر البدائي. بس ماني نياندرثال مو هيك؟ لا منظرك مو لهالدرجة سيء يعني، انت بتشبه الهومو سيبيان أكتر شوي يعني. أنا بدي أشكر حكيك الحلو، بس شوفي زوجي يلي لقى الكوخ وقدر يصيد السمك وعم ينشف لك ياه، وعنا كل شي بدنا إياه، بحر، رمل، شمس، ما أنا ناقصنا شي. بس معناك حاسس إنك نسيان شي مهم كتير؟ يعني شي ما بيتعلق فيك كإنسان شاطر بالصيد وبالتخييم. شو هو؟ المي حبيبي، المي، ما عنا مي للشرب، خلصت المي اللي جبناها معنا ولازم نلاقي مي للشرب. اوكي انا والله فكرت بدك تحكي شي تاني تمام، بعدين هاي قصة عادية كتير بالنسبة لي، انا قدرت جيب المي للمزرعة كلها، ما رح اقدر جيب شوية مي لنشربها هون؟ بس لا تنسى نحن هون ما عنا بالمزرعة حبيبي، وين بدك تلاقي المي هلا وما في غير بحر حوالينا؟ انت ليش دايما ما بتوثقي فيي حبيبتي؟ انا عم قلك رح جيب لك المي لهون. ايه تمام، قلي كيف بدك تلاقي مي؟ بسيطة، رح نركب بالقارب هداك ونروح على شي مكان بيتجمع فيه شوية مي للشرب، منروح لهنيك أكيد منلاقي مي للشرب. انت جيبي الأناني وأنا هلأ بحضر القارب. تمام. دقيقة بس، دقيقة، ليش أنا يلي بدي أخذ الأناني؟ ليش مو أنت؟ حبيبتي طيب إذا أنت فيك تحضر القارب أنا بجيبه، ما عندي مشكلة، بس مشان نختصر الوقت. شخصيتك الرجولية بلشت تتبين بهالأشياء، قلت لازم نبهك من هالشي قبل ما تشوف حالك عليه. أنا كلي تحت تصرف، أنت قرري، أناني ولا قارب؟ لا، أنا بجيب الأناني. نحن هلأ حمير دنيا النحل يا ابني، بعد ما قلعنا هنجار من عنده كل العالم صاروا ضدنا، كلهم كلهم، خلص كل هالعالم ما عاد تثق فينا. طيب شو بدنا نساوي؟ والله شوف أنا ما فيني أرجع وإيدي فاضيل عند خاتون، والله بتمسح الأرض فيني ولسه يمكن تعمل أكتر من هيك، والله يمكن تطلقني لا سمح الله. اسمع يا خلوصي، الكل ملاقي طريقه ونحن لازم نلاقي طريقنا ونبلش من الصفر، صار لازم نفكر منيح، نفكر منيح. ايه فكر بس بسرعة يا أخي لأني جعت وما عاد أدران أتحمل. نفتح محل. بس ما معنا رأس مال أساساً، هانوم وخاتون ما بيخلونا شيء أبداً، خلينا نعمل شيء أونلاين. شو نعمل يعني؟ مو هلأ صاير كل شيء بينعمل أونلاين، مثل التعليم الإلكتروني والتسوق الإلكتروني، لازم نلاقي شيء بسوق الأونلاين نقدر نعمله. شو ممكن؟ جنازة. وينها الجنازة؟ لا يا أخي لا لا، أنا عم أقول نعملها أونلاين، يعني الجنازة أونلاين، حتى لقيت الاسم جنازة العدايل، ولكني لقيت الشعار ماركة عالمية مراسم التشيع، شو رأيك؟ شو هالفكرة هاي؟ لقيتها، نفتح محل قشطة مقابيل محل عسل. ما معنى رأس مال يا أخي، أنت بدك تجنني؟ ما معنى رأس مال، فهم بقى هالقصة. وهلأ صار معنا رأس مال يا خلوصي، صار عنا بضاعة نشتريها برخيص وفينا نبيعها بالغالي كمان. وين بالله هالبضاعة يا أخي؟ هنيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف فيني ساعدك؟ في كل شيء بدك اياه انت بس امرني. اللي بقديش عم تبيع الساعات؟ بتبلش من 5 ليرات وبتوصل لحد ال 500 ليره تقريبا، بس فينا نتناقش وبعمل لك سعر حلو، مو مشكله. يعني انت بتعترف انك عم تبيع هدول الساعات؟ ايه اكيد يا اخي، العمليه تمت بنجاح، ليك اعترف، اعترف انه عم يبيع، تعالوا خذوه بسرعه، تعالوا. شو عمليه؟ شو ايه ارفع ايدك، يلا ارفع ايديك ولا تتحرك. احنا رح نصادر كل البضاعه، يلا انا رح شيلهم سيدي ليك، صادرتهم واخذتهم كلهم. لا مشان الله ما تاخذوهم. تعال لهون، عمل لك لا تهرب، هرب خلوصي، تعال لهون، تعال بسرعه، خد هاي كمان، يلا امشي بسرعه، امشي يلا يلا اجي، يلا امشي بسرعه.
الربع ساعات 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 رجالية، ساعات ظريفة، ساعات قوية، ساعات بتلبق للكل. ايه تعالوا يلا عنا ساعات نسوانية. أربع ساعات أربع ساعات، تفضل شوف هالساعات. تفضل شوف ساعاتنا. تفضل خذ لك نظرة على الساعات. ما انتو ما عنده ذوق، لا تاكل همه. تفضل شوف هالساعات. تعال شوف الساعات الشبابية، هذا معه ساعة، اتركه بحاله. ايه تفضلوا تفضلوا، عنا ساعات خربانة بتطلع لك الوقت الصح مرتين باليوم. لك انت شو عم تخبص؟ كأنك عم تحكي عن حالك؟ لا يا أخي، أنا قصدي إنه حتى لو كانت الساعة عطلانة فهي رح تفيدك، هيك قصدي. أيوة. يعني فهمت علي؟ تعال على الساعات، تعال شوف ساعاتنا، قرب جرب قرب على الساعات قرب. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا أختي. أهلا وسهلا. قديش الساعة؟ أي واحدة بدك يا أختي، هي ولا هي ولا هي ولا هي؟ لا يا ابني، الاخت اكيد عم تسال عن هي، الحجر اللي فيها حلو وكبير اكبر من الحجر اللي بخاتمي، خذيها كثير حلوه وراح تلبالك كثير. ما بدي. ايه تمام انا فهمت عليها، خدي هي يا اختي وراح تخلي سلفتك يجن جنونه. اسمعي مني، انا عندي نظره راح تجن من اول ما تشوفها. استغفر الله العظيم، سلفتي ميته من زمان. الله يرحمها يا اختي. طيب اشتري منها هي، والله كثير بتلبالك واخذ شقفه منك. بكفي بقى، انا ما بدي اشتري ساعات، انا كنت عم بسال على الساعه مو اكثر. عم تسالي بياع ساعات على الساعه؟ اه انتو مجانين كأن. سلفتك ماتت وانت راكدة، تعرفي قديش الساعة هلا؟ شو هاد؟ صار لنا ساعة ما اجا غير زبون واحد وما اشترى شي. شو هالحالة هي؟ ما بصير هيك، ما بصير. والله شكله نحن ما رح ننجح بهالشغل يا اخي. كيف ما رح ننجح يا اخي؟ ليكنا عنا ساعات حلوة يا اخي واكيد رح ينباعوا. اسمع مني هلا بتشوف كيف رح نبيعوا. والله ما بعرف يا اخي، انا بلشت افقد الامل من هالشغلة كلها. هداك البياع كان عم ببيعوا ما احلى، ليش نحن ما عم بنباع معنا شي؟ شو بنقصنا عنه يعني؟ والله كان عم يبيع منيح. دقيقة، أنا عرفت شو الشي اللي ناقصنا لحتى نبيع. شو عرفت؟ كيف طالع هلا؟ والله أنا حاسس إني رحت عملت برونزاج أخي. لك ما بيصير تحكي هيك أبداً. لكان كيف أحكي؟ ما بشي ما بشي ما بشي تحكي هيك أبداً. أبشي ما بشي ما كيوشي بشي ما شي. أوكي أهي تمام تمام تمام. قرب عالساعات قرب عالساعات. عنا ساعات عنا ساعات. هاي شو عندك؟ أخي عندي ساعات كتير هلوة ب350 ليرة. أنا وهدي حبيتي أخي. تمام. هاي الساعة كتير مميزة كتير. شكرا كتير يا أخي، شكرا شكرا، مبروك. صار عندك ساعة كتير مميزة، مبروك، ألف مبروك. ساعات ساعات قرب عالساعات قرب عالساعات. أختي اختي عنا ساعات كتير هلوة ومميزة وكتير منيحة وبتلبق لأيديك الهلوين. ايه عن جد هلوين؟ قدي الأسعار؟ وات؟ قدي أسعار الساعة؟ أسعارنا تناسب، اختاري بس واسألي أخي بيزبط لك سعر، منوعدك بهذا الشيء. اسألي أخي أخي. This is my treasure good. How much? $200. أو كتير كتير. أوكي أوكي $40. تمام. الحمد لله. 200؟ بس قليل هيك كتير. اوكي اوكي المهم بالدولار نقبض. اوكي نوت بروبلم. تمام ثانك يو. تفضلي اختاري يلي بدك ياها، كلهن حلوين كتير حلوين. اوه فيري نايس فيري نايس بالحقيقة. ثانك يو. اوكي ثانك يو. زبطت زبطت اول بيعة فهيم. شوف اول مصاري. اخي انت معتبر هاي مصاري؟ لك أخي هي المرة شكلها حاسبتنا بعملتها. يلا شو ما كان، المهم مصاري نقدر نجيب أكل أحسن ما يطلقونا هلأ. خلينا نروح منه بسرعة قبل ما تجي الشرطة كمان وننفضح. يلا أخي صار فينا بهي ناخد أكل كتير. ساعات ساعات عنا ساعات, ساعات حلوة. ساعات عنا ساعات عنا ساعات. تفضل يا أخي عندي ساعات للبيت للبق لشبوبيتك الحلوة. ساعات كيف أنت تهد الساعات لأنك مزوج؟ ساعات ساعات ساعات. نحن عنا ساعات من أهم ماركات عالمية. إيه ولا نقي الساعة اللي بدك يا $20. طيب ماشي كله أصلي مع كفالة. صدقني كله أصلي. أنت مو من البلد صح؟ ايه ولا يهمك، بنقبل بكل العملات. بدك دولار بدك عورو بدك كله ماشي. الله يرزقك. واخيرا شهر عسل حقيقي حبيبتي. والله جد شوف قاعد قدام البحر وانت جنبي. بتعرف حبيبي انه انا كمان معني مصدق انه صرنا لحالنا. خلص صار لازم تصدق.
اخواتك الغلاظ ما عاد موجودين هون، وصهورتك الغريبين كمان مو موجودين، والتعذيب يلي كان يعذبنا يا ابوكي وريحة البقر بالاسطبل ما عاد موجودين. هلا بس في ادم وحواء. هاد يعني انه كان لازم نتعذب لحتى نقدر نعيش عن جد بالجنة تبعنا، ونحن كنا بنستحقها. نحن مرينا باشياء كثيرة وكنا بنستحق نعيش بهالجنة. رح نمشي بس لا تعصب علي. الشي كمان ما رح يطول كتير، 3 أسابيع وبعدها رح يبرد الجو وما عاد فينا نضل. حبيبتي ما بدنا نفكر ببكرة أبدا، اليوم بنفكر باليوم فيه بس، ما بدنا نفكر ببكرة. نفكر ببكرة ما كنا عشنا كل هالشي أساسا. أول شي بقوله، لو منخاف من الدواليب ما ركبنا القطار. لك هاي مو دواليب. مو مهم. حبيبتي قصتنا هلأ بدها تبلش. خلصت قصة هانكار ورفقاته، وهلا آدم وحواء صار دورهم.